السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة انفيني جيمي، واليوم راح نكمل المكان اللي وصلنا فيه في لعبة مورو شيل، واللي ما شاف فيديو السابق يضغط هنا وخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ نموت. طيب يا جماعة، في فيديو سابق وصلنا عند هذا المشعوذة، وهذا المشعوذة فائدتها انها هي اللي تطور من مهاراتك، وهي اللي تكون تشيك بوينت لما تموت، لما تموت ترجع عند هذا المشعوذة، تمام؟ فهذه فائدة هذا المشعوذة. فنحن كنا هنا يعني طلعنا من هذا المكان وجينا عند هذا المشعوذة، فالحين راح نكمل في هذا الطريق. هذا ويش يا اخوان؟ اوكي، هذا المكان اذا بغيت تطور من الاسلحة اللي عندك، يعني اذا بغيت تطور الاسلحة تجي هنا، فالحين ما عندنا شيء فماش فائدة منه يعني. وهذا الله يسلمك، ايش هذا الفطر؟ هذا الفطر ايش فائدته؟ كما قلت لكم في الفيديو السابق ان هذا هو اللي يعطيك الهيلث، يرجع لك الهيلث يعني. حلو، وهذا شيء كتاب هنا، خلونا نشوف ايش فائدته هذا الكتاب. انزين اوكي، شرح الكتاب، شكله ما يحب يقرا هذا الانسان، يقول حذف القراءه، حذف القراءه. انزين، دخل له عنكبوت توزين كذا. هذا وش صار له؟ شكله مات. هذا كان المفروض اسوي شيء هناك ولا كيف يعني؟ انا كنت مت، كيف السالفه يا اخوان؟ لا لا، شكلي ما مت انا. اوكي، بنضار مع ذا مره ثانيه. لا حول يلا. اوه، كنت محظوظ يا اخواني. لحظة، تعال تفضل معي، خليه يضرب، بخليه يضرب. انا عندي الخطة عندي يا اخوان، هذا بجيبي، خلاص بجيبي هذا الهاردن. انا راح اوريك ايش معنات الهاردن. تفضل اضرب. لا. اوه، كنت معظوظ يا اخوان، كنت معظوظ. ابلع. اوه والله انا محظوظ يا اخوان، اليوم انا محظوظ انا انيميت محظوظ، بعاني محظوظ. كيف ما ضربني ما اعرف. ابلع. ايوه هادن، ايوه كذا اللعب يا اخوان. ابلع، اضرب زين، اضرب على اساس انا ابلع. لا 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 يا اخوان، لا، اليوم الحظ اليوم عندي يعني مر عسل. اضرب شويه، بس شويه اضرب. يمنع، ايوه هادن، خلاص انت بجيب يا اخوي، بجيب الصوب اليمين. انزين تعال، اضرب خلاص، انت بجيبي، انت جيبي، ايوه حبيب والله. هذا خلاص، هذا ميت، ما متكل لكن احس انه ميت. انزين اضرب، ما مشكله، اضرب، خلي يضرب. هذه الحركات خلاص اخوي، هذه الحركات خلاص تعلمتها يا هادن. جيب لي شيء يخليني اموت. حلو، يلا زين، تفضل اضرب. اوكي، ابلع يا حبيبي، ابدع وابلع. ينفع يمشي. لا ما يضربني. انا محظوظ اليوم. انا انسان اليوم محظوظ، ما اعرف كيف ما ضربني لحد الحين، ما لمسني ولا لمسه، تخيلوا انت بس. ولكن هذا تحس معصب. ضربت نفسي بعين.
لحظة هاتوا لي الفطر. تعال تعال. مش كتر الفطر يا اخي بطيء. اوكي بديت اتطور يا اخوي، بديت اتطور، لكن ما مشكلة ما مشكلة. كان بيقتلني ولكن شردت شردت انا. اوكي اوكي اضرب 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 اضرب. لا مش فايدة مش فايدة اجادف. كنت بغى اضربه لكن حسيت انه اذا ضربته بيقتلني يا اخي، يعني بيضربني يعني. تعال 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 يا حبيبي تعال. لا 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 مش فايدة مش فايدة مش فايدة. خليك مركز خليك. اوه اوكي اضرب 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 اضرب. ايوه ما مشكلة ما مشكلة. اتوقع تبي يجيني بيجينك ستايل من ركب. تعال. انا وش سويت؟ ضيعت فرصة يا اخي. تعال 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 اضرب اضرب. ايوه خليه يضرب، بيضربني كذا وبتبلع ضربتين وهادن ويشرد. ايوه ايوه سيفتي فيرست حبيبي. هادن احسك بتموت اليوم، احسك زعلان. صح ان انت المعلم ولكن انا الطالب الطالب. اوه عصب اخوي عصب بري عصب ترى. اضرب اضرب ابلع ضربتين. ايوه ايوه هاردن. اوكي اوكي هذا بري يغرق اخوي. تعال 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 لا تغرق. بعدني بعدني انا موجود. بتضرب ولا كيف؟ اوكي بيضرب اضرب. اوكي اضرب اضرب اضرب. ايوه هاردن بيجيني بيضرب اشرد كذا خلاص. تعال خلاص لعبات انت لعباتي انت قطر لك جيبي ما دكان. زين هذا حسن باغي يسوي حركه كذاك مال سبرايز، ولكن سبرايز بيكون حالي انا، بس انا اللي بسلك سبرايز. يلا اضرب اضرب يا حبيب اضرب. ايوه اضرب روح كذا ابلع ضربتين. ايوه ما لافه يا اخي ما لافه، محظوظ ما لافه الضربه، ولكن كان يعني خلاص احنا خلاص بنجيبه، هذا نجيبه خلاص، هذا خلاص ميت، هذا هذا ميت. اي 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 حبيب هاردن تعبان انت تعبان اخوي انت. ابلع هذا قام يا اخوي. اوكي هذا يقول انت تستاهل تستاهل كل الخير. ايوه ايوه اغرق يا حبيبي اغرق يا سمك. ليش كنت اتكلم؟ ما مشكله، ولكن الهاردن شاف العيد. كيف شاف العيد بعده؟ كيف يعني يشوفوا العيد؟ المهم مات يا اخوان. هذا وش؟ اعطوني اعطوني اسمه السيف ماله، اعطوني السيف مال هاردن. جيبوه غيرته صح؟ ايوه هو ده السيف اللي مال هاردن؟ لحظه لحظه في سيفين. لا لا هذا هو السيف مال هاردن صح؟ لا انا ده راسي يا اخوي. وين سيف مال هاردن؟ لا 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 هذا سيف مال هاردن. اوف شو كيف طوله يا ساتر. خر سيف يا اخوان خر سيف شكله مره. لحظه خلنا في حد ينتظرنا هنا قاعد ياكل جوعان شكله. خلص خلص تاكل يا يعني متخلص خبرني بعدك ما مخلص تاكل. انزين انا اذا عادي ادخل يعني عادي بس ادخل شويه كذا كان خلنا نقتل.
بامباير اخوي ذهب نصر. اي انا ميت. ايه هذا الاقوياء يا اخي. لحظة يا اخوان، انا ما كنت جاهز، ما عرفت ان هذيلك ذاك اقوياء. لحظة يا زبالة، لحظة لا ابلع. يا ساتر على ذيلة. اوي يا اخي ذيلة قوية يا اخي، ما يصير كذاك، ما يصير كذاك يا زبالة، ما يصير. لحظة انا ما جاهز يا اخي، ما جاهز على ذيلة. هذيلة يا اخي، هذيلة بيكونوا ملغان يا اخي، بيكونوا ملغان قسم بالله، لانهم ما يموت بسهولة وسريعين، يعني ما سريعين لكن فهمت، يعني ما يموت يا اخي، ما يموتوا. باقي الفطر، اعطوني الفطر. ثانك يو. شكل هذه المنطقة ترى مش سهلة يا اخوان، هذه المنطقة اتوقع ان راح نموت زي الزق. حلو، بنموت يعني، شكلنا بنموت. هذا الكهف شكله، ايوه حلو، يطلع السيف من جسمه وبعدها يقول لك يلا شيل يا اخوي، شيل ابلع. اوكي قاني قال شكلك ما شفت سيده، شفت انا شفت. لا اقول لك يا حبيبي، شرخني باسم ذاك، فلقني بذاك الاسم، الراس ماله. اي قلع راسه يا زبال، عقلي يو راسه في ذاك، راسه مسموم يا اخي. اي انا وش اسوي؟ لحظه، هل عندي شيء مع هذا؟ طلع السم هذا، وش فائدته؟ لحظه قرب، لازم اقرب اساس نعرف وش فائدته، لان اذا العبده ما قرت ما تعرف. اوكي يا اخوان، انا ما اسوي لي شيء، انا ميت، انا رايح ملح، انا رايح ملح، ما في شيء مع السم هنا. السم الوحيد يخليك، يعني السم يعني حله انك تموت يا اخوان. ايش هذا يا اخي؟ خليني اخذ عقب، باخذ الفطر يمكن بيخفف الالم. ما اخفف الالم يا اخي، كيف تودي يروح؟ كيف اطلع السم؟ انا ما عرفت كيف اطلع هذا السم. هذاك زبال، عقلي راسه. اخذ هذا خايس، هذا الزبال هذا، حتى هذا اسمه ذاك يا اخي نفس الحاله، اذا ضربك ذاك اسمه تتسمم. لحظة انا ما فهمت كيف اقتلكم انتو، انا بعاني قاعد ادور على حل. كذا السال يو، شفتوا لما كيف يضربكم؟ يعني مرة ياخذ تقريبا يا اخواقري، ياخذ. تعال ابلع. ايوه هذا وش هذا الصوت؟ قاني بوسي بوذاك بوراس، قاك بوراس هذا. مصدع ترى، لما يصدع يعق راسه والله. كامون ما يصير كذاك يا اخي، خسرتوني 70 فطر، هذا الفطر كان حل عشاء. انزين اوكي كذا، قصدك انت قاعد تتكلم معاي كذاك؟ ضربني يا اخي، ضربني، لافني ترى. عقلي حصى يا اخي، عقلي راسه قصدي. زبال هذا الولد، ما يصير كذاك يا اخوان يا اخي، ما يصير. اعطاني شيء يا اخي، وش هذا؟ سبيشل توكن، ما اعرف ايش فائدته هذا. وش شيء قبر هنا؟ شيء ذا تابوت قصدي، ذا التابوت ايش فائدته؟ هل في شيء داخل؟
ناخذ نكسر شيء داخل هنا. لكن انا مسموم ترويش بس بموت كذاك يا اخوان، لازم تعطوني حل يا اخي، ما ينفع كذاك. هذا المكان ترى انا ميت، ما اقدر استخدم الفطر وانا مسموم. طيب كيف، وش الحل يعني؟ في شيء هنا مخبين شيء. هو هذا الفطر، هو هذا الفطر يا اخواني. طلع السم، حصلته. وش قاعد اسوي انا؟ حصلته. هو ذا اللي طلع السم. ايوه تو اقدر العب. خلينا نطلع الجيتار. هذا الجيتار وش ولا عود وش يسموه ذا، ما شي فايده منه. انزين ايوه الحين اقدر العب، ولكن اسمع انا باقي حد قاسي يمشي. كني سمعت صوت حد قاسي يمشي. هذا نسمع هنا في مكان، خلينا نروح من هنا. وشي هذا المكان وين نروح؟ هل نروح هنا وشي؟ خلينا نروح هذا المكان احسن. هلو كذا اكسر فتك اباك. انا ما شفت يعني، ما شفتك ترى، شايفنك. شو كيف راسك انه مسمى ذاك، كنا نقانق مقصوص. تعال، لكن كلنا ما عندي هلف يا اخي، بموت بيقتلني هذا لو مت. عيد منك من اول، من عند ذاك المشعوذة. هذا كيف صار ذا؟ كان باي عضني لكن مسمر. ايوه حبيبي خلاص لعبات، انت زبالة. زين فوين نروح الحين يا اخي؟ في واحد ثاني مستغرب الغض. انا اقول لك، انا عندي حركة سوي كذا. ابلع لعباتي السبرايزنج اوف كورس. هذا عاد ابيخ واحد هذا، بس ولا تعرف ايش هو اللي سوى لي هذا البوراس. هذا مشكله يا اخوان، ما اقدر استغل. في اثنين قاب اخوه. انا ما عندي هيلث، انا ما عندي، عندي هذا الفطر بس اللي مال السم يا اخي. واحد نزل. انا بموت يا اخي، انا ميت ترى يا اخوان. لحظة مسمك براس. لحظة شوية، اخوه الثاني سمك. لحظة انا بيعقه عقل لي اياه. اوكي صح، انا عندي الاسماء. اوكي امور طيبة، اي امور طيبة. انا ميت. مسخرة قسم بالله، مسخرة. طيب يا جماعة وصلنا عند ذا الزعيم. وصلنا عند الزعيم يا اخوان. صفعني بكف يا اخوان. والله ما سوى لي سالفة. تعال يا زعيم. ترى هذا الزعيم هو زعيم من هذا المنطقة. كيف تضربني وانت وراي يا اخوان؟ كيف كذا؟ ايوه بدي ينزل لي هذا مسمى، بدي ينزل لي ثلج يا اخوان، بدي ينزل لي ثلج. ما يصير كذاك يا اخوان، ما يصير. تعال ابلع واشرب. انزين لحظة لا تضربني. انا ما جاهز. اوكي. تعال، وش الخطة يا اخوان؟ ماشي، غير نخليه يطرب يقحم. لما يقحم ترى يده يطبخ في الارض، وبعدها نهجم عليه. احس هذا نقطة ضعفه يعني، فبجرب هذه الحركة اشوف. ايوه شوف، طبق يده في الارض ضربة، ولكن ما اسمه خان الاستمنة، ما خذت اشرد عنه.
لحظات خليني ادور، خليني ادور وبقي له من هذا المكان. خليه يقحم، اريده يقحم، اريده يقحم، يقحم، لا يقحم. ايوه بيقحم وشرد. حلو، ما شغل اسوي لك كذا، وانا ما عندي هيلث يا اخوان، ما عندي، انا طابق. خليني اروح هذا الصوب احسن، خليني اروح هذا الصوب. هذا الزعيم اسمه صح انه كبير لكن ترى خفيف يعني سريع. ف قسم بالله كان بيضربني، تحورت هناك، انا تحورت. تعال، لا 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 لقني، والله انقذني، تصلب منقذني. انا ميت، انا ميت. الكاميرا وش سوى فيني الكاميرا، وش سوى فيني. لحظه لحظه، خليه يرجع اللياقة. انا ما عندي هيلث يا اخي، مشكلة يا اخي اذا ما عندك هيلث. انا ما اعرف ايش سويت هناك، والله ما اعرف ايش سويت هناك يا اخي. ما اعرف ايش اسوي يا اخي، ما اعرف ايش اسوي يا اخي. تعال تعال، مشكلته ما يقحم يا اخو واجل، يعني هذيك الحركه ما يسويها دائما. تعال اقحم، ايوه بقي 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 استمنى، لازم تبقي استمنى حل شرده اساس تقدر تشرد. يعني تقريبا الحين وصلنا نص هيلث مال، يعني نص حياته، وانا ما عندي هلف يعني، لكن اذا مت اتوقع ارجع بيرجع لي هلف فل يعني، فعندي فرصه بعدني. ايوه ابلع ابلع، خلي ايوه لازم تخلي شويه استمنه حال شرده، ماشي غير كذاك. يقحم، يضرب يضرب وشرد. اها عصب 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 الثور، عصب الثور. يلا لازم نشرد لان قاس ينزل هذا الثلج، امطار من الثلوج. قاس يلعب كوره يا الاخ، قاس تلعب كوره ما شاء الله عليك. انزل تعال تعال، تفضل وياي. تعال اقحم 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 اقحم، ما بيقحم، لما يكون قريبي ما يقحم. انا تورط زي ما قتلني. خلي احسن، خلي احسن شيء تخلو لك مسافه ما بين العدو وانت يعني. لا 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 لا، غلطه غلطه غلطه. ارجع ارجع ارجع، تصلب، ارجع لي بسرعه. انا كيف بضربت، ما يسوي يا اخي، ما يقحم، ما يقحم، غير رايته، شكله عارف ان نقطه ضعفه هناك. اوه سواها سواها سواها، ايوه اشرد. عصب عصب، تبي يجلس ينبح كما الكلب، ما يفيد شعد. انا بدور هذا الصوب انزين، وراح افاجئك، راح افاجئك يا زباله. انا طبقت، اوه والله طبقت، ترى زي ما مت. تعال تعال، شوف ذاك القفز اللي في راسك، شوف ذاك القفز بفتحه. انزين تعال اقحم 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 يا زباله، اقحم.
هدي كتمزح هدي بتقحم كيف؟ أيوة اقحم كذا رجلك تقحم دائما الشردة. والله كنت محظوظ يا أخوان كنت محظوظ أوف كنت محظوظ. بيجيني سلايد بيجيني سلايد والله ما أعرف كيف ما مت. أنا شوف هيلث مالي كذا هيلث مالي بس بتضرب لك كيف؟ اقحم يا أخي أيوة اقحم اقحم اشرد هدي لحظة ايوه خلينا اتموقع الحين تعال او لحظة ما تجيني ما عندي استمنة انزين لحظة يا اخوان لحظة شوية ولا لا مش فايدة استخدم ال الاسماء عندي ذاك حول السلاح الى ثلج السيف حوله الى ثلج هذا ما طاح يقحم يا اخي بتقحم كيف لا تسوي هذه الحركه تقحم ايوه اقحم ابلع انا كيف ما مت والله العظيم انا محظوظ ثلج خلينا نشد هذا الصوب عني يضربني بسلايد لك اتوقع لافني اسمه ذاك الثلج لاني كاني تعورت ما متاكد لكن اتوقع اني تعورت هذا ما اعرف اذا بيقحم تو ولا بيسوي لي حركه ثانيه خليني اتقدم شويه وارجع لك على اساس اعرف مو باغي يصير سواها لكن انا اسمه الكاميرا اسمه ما خلاني اشوف يا اخي خرب عليه الكاميرا مو بيسوي ليش وقف كذاك لا بيضرب ضربته ثلاث ضربات ويضرب لا صح حفظت ثلاث ضربات خلينا ندور لازم احط المسافه امان ايوه ابلع وشرد مسافة امان يا اخوان مسافة امان روح ذا الصوب انزين خليك هنا تعال ضربني تمزح معاي انت يا زبالة حركة في فاجاني يا اخوان ما يدموت دموت والله بصيح بيخم اوكي بدي عصب شوي شباب شوي بنقتله شوي بس إذا استعجلنا بنموت ترى ماش فايدة شوي اقحم لا تسوي هذه الحركات ايوه اقحم لا وسواها مرتين شفتوا سواها مرتين ترى الحركة قحم مرتين اوكي بروح هذا الصوب لا تجيني هذا الصوب لا هنا مش مكان تعال هذا الصوب احسن هنا مكان مفتوح زين انا ما اعرف وش اسوي لحظة خليني اخوي لا تسوي الحركات هذه زين بتقحم ولا كيف؟
بيضرب ثلاث ضربات كالعادة. الحين اشوف ما باغي يسوي ذاك الحركة. هو سواها. ما اخذت الضرب لان كنت وراه يا اخي، لان اللي ضربته من ورا لانه يرجع السيف من ورا يعني ياخذه يضربك. زين ما طبخت فذاك اسمه الجدار. مشكلته يا اخي ما تعرف احيانا عصب 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 الاخ عصب. اوه كان بيقتلني كان بيقتلني يا زباله. لا قلت سوي الحركه، سوي الحركه الثانيه. ايوه هذه ضربني ضربني الحمار هذا. لحظة لحظة شوية. لحظة شوية. لحظة شوية يا اخوان. اوكي ما عندي شيء هذا. وش فائدته؟ افكت هذا مال افكت. تمزح معي؟ كيف كذاك؟ على بالي لو سكتك يعني يكون صارت يعني. يا حمار شوف الهيلث مالي. انا ما اعرف اذا بخت له يا اخي. ضربني ضربني ضربني. الله لو اذا بيقتلني انا بروح خلاص. بصيح والله والله بصيح. لحظة شباب قس اقرب شيء اقرب شيء بس. تعال. انا حاسس بيقتلني يا اخي. تعال يا اخوان حاسس انه بيقتلني. تعال اشرد اشرد. ما قدرت اضرب ضربتين. حسيت لو ضربت ضربتين بموت يا اخي. لا لا ما شفاني استعقل ما شفاني استعقل يا اخوان. فباخذ راحتي. تعال تعال اقحم اقحم. اوه كان بيضربني كان بيضربني. ضربته ضربه واحده بس يا اخوان. باقل له كذا بس والله باقل له كذا. باقل له شويه. ايوه ايوه ابلع ابلع ابلع. يس. لحظه لحظه بقى شيء شيء. إذا مت قسم بالله بصيح. أوه قتلناه يا إخوان قتلناه. يس. متي مت مت. أقول لك شوف أنا أيوه أنا أقتل أنا لعيب ترى. ما أعرف أنا بروح الحين بروح هنا. أخيرا شباب قتلناه مع إن خضينا خذينا تقريبا كان 10 دقائق. يا مشعوذة أكيد قتلت جريشا وأخوه لكن عكي في هلكني. هلو إنزين. لا أوكي. So then would you like another sip? Would you like another sip? خلينا نشوف اذا بنقدر نطور شيء. لحظات لحظه لحظه يا اخوان. انا كم عندي؟
انا عندي 750 وعندي تار. عندنا 750 تار هو اللي نفس السوز عباره هذا اللعبه، ولكن اسمه ما اقدر اسمه. اوكي اوكي هذا ويش كيلينج تو انيميز ان كويك سكشن ريسيت يو هاردن كول داون. اوكي هذا يرجع بسرعه اسمه الهاردن، يعني التصلب، الميزه التصلب يرجع اسرع يعني اذا قتلت اسمه شخصين يعني. انزين وعندنا هذا بعد فاتح لنا جينينج هاز تشينج ريسورس سم هيلث. هذا الشيء يعني هذا اذا اسمه ذاك يعني تستخدم ذاك تستخدم الفطر ولا كرجع لك بسرعه الهيلث مالك. فانا راح استخدمه، راح افعل هذا، راح افعل هذا، راح افعل هذا. انزين هذا كم يحتاج له؟ 500، يحتاج له 500 تار. فالحين ما عندنا 500، راح اجي له بعدين. وش هذا؟ اعطونا شيء هنا. وش اعطونا؟ اعطونا الرينج جولدن بيل، واعطونا شيء سولمن، سولمن اوفرينج. وش هذا سولمن اوفرينج اخوي؟ المهم طيب يا جماعة الخير بنهي هذا الفيديو في هذا المكان. اضغطوا لايك وشير واكتبوا لي في التعليقات اللي كنتوا حابين نكمل هذا اللعبة. كان معكم عادل من قناة انفينيت جيمينج، ملتقانا في الفيديو القادم. سلام.